السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى نواصل في مدارسة هذا الكتاب القيم، وهو كتاب التوحيد. وكنا قد وقفنا في نهاية الباب الثاني منه، ونواصل إن شاء الله تعالى في أبواب هذا الكتاب. والباب الثاني في فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وهذا الباب الثالث الذي نحن بصدده إن شاء الله تعالى يشبه الباب الثاني، أو له علاقة بالباب الثاني، لأن هذا الكتاب كأنه متسلسل، وهو باب قال: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. بعد أن ذكر فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ذكر هذا الباب الثالث أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وهذا من فضل التوحيد أيضا. من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، هذا من فضل التوحيد، لكن ذكره لوحده لأنه فيه فضلا زائدا كما هو ملاحظ. فإن الذي يتبادر إلى الأذهان أن من حقق التوحيد أو من قام بالتوحيد فإن الله يدخله الجنة وينجيه من النار، هذا في فضل التوحيد، وأن من حققه رفعه الله تعالى، وأن من حققه كان سببا لمغفرة ذنوبه. لكن هنا فضل زائد، وهو أن بعض الناس من المؤمنين يعذبون بسيئاتهم ثم يدخلهم الله الجنة، لكن من حقق التوحيد كما سيأتي بيان معنى تحقيق التوحيد فإنه سيدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. لأنه يا جماعة في ناس الواحد عنده ذنوب ومعاصي، والذنوب دي عشان انت تغفر لك يا إما في الدنيا تتوب يا تستغفر يا إما تفعل الحسنات الماحية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن شنو السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يعني انت في الدنيا دي بتقع في ذنوب، الزول بيقع في ذنوب ومعاصي، الذنوب دي يا إما تتوب عشان الله يغفرها لك، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ولا تستغفر تطلب المغفرة، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي إلى آخره، أو كما قال من رواية أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي عز وجل في سنن الترمذي وفي صحيح الجامع: يا تتوب يا تستغفر، يا تعمل حسنات ماحية، زول عنده ذنوب وصلى، الصلاة دي رب العزة والجلال قال: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن شنو السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يا إما زول يدعو لك، زول يدعو لك من المؤمنين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، كحال المسلمين بعد الصحابة يدعون للصحابة. يا إما الملائكة تستغفر لك، نمرة خمسة الملائكة تستغفر لك، كما في سورة غافر قال الله تعالى:
الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. نمرة خمسة: يا ستة تبتلى بالمصائب في الدنيا، يعني تبتلى بالمصائب الأمراض والأوجاع والفقر والتعب والهم والغم والضيق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصيب العبد أي المؤمن، أو ما يصيب العبد المؤمن من نصب ولا وصب. نصب تعب، وصب مرض، ولا هم ولا غم ولا حزن في ضبط وفي ضبط، ولا حزن. حزن يعني شدة، حزن دع على الشيء الماضي، والهم الشيء المستقبل، هام الشيء المستقبل، والغم الشيء الحاضر. مرات يجيك غم متضايق سيدي، ومرات يتذكر لك حاجة قديمة، يجيك حزن، حزن على الشيء القديم، والهم لشنو؟ مستقبل أو ما تستقبله. قال: ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. فهذه نمرة ستة، دي من المكفرات. كذلك مما يكفر الذنوب والمعاصي أيضا العذاب، وده مناسبة الكلام. يعني أنت يوم القيامة لو لاقيت الله بالذنوب دي، ما عملت الحاجات دي كلها، أو الأربعة الأولى ما عملت، أو الوديك وكذا وكذا والملأ إلى آخره، في النهاية أنت تعذب، ثم بعد ذلك يدخلك الله الجنة كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. يعني في ناس من المؤمنين بسبب ذنوبهم يعذبون، لأن الله تعالى توعد أهل المعاصي لكن لم يتوعدهم بالخلود الأبدي في النار. قال تعالى في القرآن: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء شنو؟ سبيلا. وساء سبيلا. عقوق الوالدين سبب لدخول النار، القتل إلى آخره. لكن المؤمن لا يخلد في النار خلودا أبديا بسبب هذه الذنوب دون الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. وفي ناس الله بيغفر لهم من غير أي شيء، فضلا منه ورحمة، ما دام أنهم من المؤمنين فإن الله يغفر لهم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنت لو دار تدخل الجنة من غير حساب ولا عذاب ولا أي شيء، بس يوم القيامة طوال الجنة. في ناس تعرض عليهم صحائفهم عرضا كذا وكذا وبس، ما في حساب وعذاب. لو دار تدخل في الفضل ده قال لك تحقق التوحيد، وبيذكر لك الدليل إن شاء الله تعالى بعد تبويبه لهذا الباب. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، زاد الشارح ولا عذاب. وده بجينا الزيادة دي موجودة في الحديث إن شاء الله تعالى، حديث عكاشة رضي الله عنه. معنى حقق التوحيد، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب فتح المجيد، وده يا جماعة التعريق الكلام ده لا بد يفهم ولا بد الناس تطبقه، لأن الناس بتستفيد إن شاء الله تعالى. من حقق التوحيد قال: بتخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. ده أهم شيء في الكتاب كله من أوله لآخر، إنك تحقق التوحيد. والباب ده ملخص الكلام فيه أنه يدور حول أمرين: الأمر الأول تحقيق التوحيد،
الأمر الثاني أن الذي يحققه ينال الثواب والفضل العظيم وهو دخول الجنة من غير حساب ولا عذاب. ده ملخص الباب. حقق التوحيد يعني خلصه وصفاه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. التوحيد ده ما في شوائب، في ناس تلقى موحد لكن في شوائب زي المعاصي، معاصي يعني تشوب التوحيد، شوائب. يقول لك العسل ده صافي وده عسل فيه شوائب، تلقى فيه شمع وحاجات. انت التوحيد ده تخلصه وتصفيه من كل الشوائب، تلقى واحد لكن عنده شوائب من المعاصي، ذنوب. ايوه دخن، ايوه دخن، نعم. لا حتى لفظ الدخن دي جزاه الله خير عم نصر، دي جاءت في حديث حذيفه رضي الله عنه في البخاري ومسلم، قال نعم وفيه دخن. طيب، الشرك والبدع والمعاصي. الشرك كدعاء غير الله سبحانه وتعالى، يا فلان الحقنا، ده شرك. وده مش شائبة بس في التوحيد، ده ينقض التوحيد، ينقض يعني بشيله بر، ينقض. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. ورب العزة والجلال قال في القرآن ذلكم الله ربكم له الملك في سورة فاطر، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون شنو؟ بشرككم. سماه شرك، سماه شركا دعاء غير الله سبحانه وتعالى. كونه تدعو غير الله ده بينقض التوحيد. تعتقد أن فلانا من الناس يعلم الغيب، المرأة عندها ذهبات ماشية لفلان، راحن فلان شوف ليه الرايحة دي وين، يمشوا للدجالين والعرافين وغنماية راحت. أمس واحد في السوق قال لي والله الجدادة في بلدنا كان راحت بيمشوا للفقير، جدادة قال لي. وقال لي آخر مرة مشوا له قالوا ده بعد، قال لي قالوا له يا شيخ شارع بقوت ده كله دقداق، ها نحن الحل شنو شارع بقوت ده. قال مرة مشت له برضه قالت له الفيران الفار، الفار كرانة يا شيخ، قال لا جيب كديسة، قالت لي انت كديستنا ذاته، يعني اعترفت انه الشيخ هو شنو براء، قالت كديسة. مصايب ثقيلة جدا وإلى الله المشتكى. والله الذي رفع السماء، أمس واحد قال لي الكلام ده في السوق. شكا يا جماعة نحن لازم نكرر الموضوع ده، ولازم أي واحد فيكم يبلغوا للناس، لأنه في جهل كثير برا. طيب، والبدع، البدع كثيرة أيضا تشوب التوحيد. البدع الآن في بدع كثيرة جدا، من البدع البناء على القبور. ليه بدعة يا جماعة؟ لأنه ما ورد في الكتاب ولا في السنة، لا في الكتاب ولا في السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل النهي هو الذي ورد، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من رواية عائشة رضي الله عنها وحبيب وأم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهن، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح، هكذا في البخاري، بنوا على قبره وجعلوا له تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله، في رواية يوم القيامة. أنت تبقى شر الناس عند الله يوم القيامة بسبب شنو؟ بتبني فوق القبور وتعلق الصور، تلقى البيت معلقين صورة فلان شيخ فلان ده بيحمي البيت، ومعلقين صورته في الحافلة،
لك ده من العوارض والمشاكل والأشياء دي صورة الشيخ ومعلقينها في الدكان. لكن احنا أصله ماشيين بالشيخ ده، زي ما واحد في هنا في أم درمان اسمه اللمين استطردوه، ده قال نحن ماشيين بنفسه، الشيخ ذاته ماشيين بنفسه. أقول يا أخ ماشيين بنفسه وبلاوي كثيرة جدا في البلد دي ذاته. طيب، ومن البدع أيضا اتخاذ الطبول في ذكر الله سبحانه وتعالى. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل وما قاله؟ هم بيقولوا لك يا أخي طلع البدر علينا، زي ما الأوائل ديلك بيقول لك البناء على القبور. الله قال سبحانه وتعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم شنو؟ مسجدا. انت ارجع تفسير السعدي، تفسير ابن كثير، تفسير ابن جرير الطبري، وتفسير القرطبي، الأربعة ذيل ارجع عليهم. العلماء ذكروا قولين في الآية. القول الأول أنهم المسلمون في ذلك الوقت، قال الذين غلبوا على أمرهم المسلمون في ذلك الوقت، وديل قبل النبي عليه الصلاة والسلام. الإسلام العام غير الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه الشريعة المعروفة الآن. وهؤلاء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى قال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا، وده خالف شرعنا كابن تبني، خالف الشرع. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى، زي ما ذكرنا الحديث اللي قبل شوية، وأحاديث كثيرة جدا. القول الثاني وهو الذي رجحه القرطبي رحمه الله تعالى، وده الصحيح، قال الذين غلبوا على أمرهم هم الكفار من الأمراء. الكفار من الأمراء، وده القول الثاني. بعد أورد القرطبي أحاديث النهي عن البناء على القبور، وأن هذا من شأن الكفار ومن شأن اليهود والنصارى. الآن قال: قال الذين غلبوا على أمرهم. غلبوا الكفار من الأمراء، وعادة الأمراء إلا من رحم الله الإفساد. عادة الأمراء إلا ما رحم الله الإفساد، إلا من رحم الله، لقوله تعالى: قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وده الذي ينصب عليه الغالب، الذي ينصب عليه كلام عبد الله بن المبارك الذي نقله ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وهل أهلك الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. وده الذي أنصب عليه الكلام شنو العام: إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ورب العزة والجلال قال: إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فما بجوز البناء على القبور أو الطبول. يقول لك: يا أخي طلع البدر علينا، ما لاقتك نصل لا في مسلسل لا في نار. ما أظن جابها في المسلسل، لكن كسند صحيح ما ثابت. طلع البدر علينا ما ثابت. من ثنيات الوداع لجهة الجنوب، ثنيات الوداع، والرسول عليه الصلاة والسلام جاء بجهة مكة، يعني ذات في المتن فيها غلط ذاته. وبعدين ذاته دمتين، لو سلمنا جدلا قلنا القصة دي صح، بتاع طلع البدر علينا قول صحيح، قول سلمنا جدلا إنها صحيحة، هي ما صحيح. الكلام ده جاءت من شنو؟ والنبي عليه الصلاة والسلام جاء من جهة مكة، جاء مهاجرا من مكة إلى المدينة، وهي في الجهة شنو الأخرى.
المسألة الثانية، لو سلمنا جدلا إنها صحيحة وثنيات الوداع من جهة الشمال ولا الجنوب يا محمد؟ ها؟ الشمال؟ المهم هي في الجهة الأخرى، العلماء قالوا في الجهة الأخرى، والمسألة إنها غشى شيخ الإسلام تيمية في الفتاوى، قال القصة ضعيفة، ومن الأسباب التي ضعفتها أن هذه من جهة وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من جهة أخرى. المسألة الثانية يا جماعة، لو القصة ثابتة تماما إنه ثنيات الوداع القصة دي صحيحة والأبيات صحيحة إلى آخره، الكلام ده كان 200 في الاستقبال، يعني لما الرسول عليه الصلاة والسلام جاي داخل شنو؟ المدينة. هل بعد دخل المدينة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ذكروا الله ولا ما ذكروا سبحانه وتعالى؟ ذكروا. هل ذكروا بالنوبات ولا ذكروا بألسنة وبقلوبهم وعدوا بأصابعهم؟ الجواب إنه ذكروا بألسنة وبقلوبهم وعدوا بأصابعهم، لحديث في سنن أبي داود من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. بيمينه، ما كان بدوق نوبة ولا كان بيقوموا على حيل ولا كان في واحدين بتربطوا من مصهم، واحد يلف بكراع واحد يقع. معقول يا أخي؟ والله قال الذين آمنوا، سبحانه وتعالى قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم، مش هايجين ونفسهم قايم ووك إلى آخره، واحد ناطي فوق واحد تحت، واحد لاف في واحد مقوم الإغبار، واحد يقع من فوق، واحد جاري بعصا يرمي في الناس، واحد معقول وده دين؟ وقال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإنت بتستقبل في منه؟ نحن عرفنا نقول سلمنا جدلا ذاك للاستقبال، انت هذا بتستقبل ولا بتذكر؟ الناس اللي بيدقدقوا دي يا اساسين اسى مرب القوم لطاهة اسى رجال ميمي. ميمي منو ذاته؟ واحد قال ساري الليل للقرض قرش، ما هو الحبوب ما هو الاغبش، عنده حصانة ما بتفتش، كهربته العالية بتحرق تش. دي مدحة والله، الزيدة دينا يا جماعة، كلها في النهاية بلا وساي. طيب، كذلك يصفي توحيده من المعاصي الذنوب. الذنوب لا تنقض التوحيد، هذه عقيدة الخوارج، يعتقدون أن العبد بالذنب بالكبائر يكفر بالله تعالى، لكن العقيدة الصحيحة أن الذنوب لا تخرج الإنسان من الإسلام لكن تجعله على خطر. قال ابن تيمية رحمه الله في الجزء السابع وهو كتاب الإيمان من الفتاوى، قال: الذنوب والمعاصي بريد الكفر. بريد الكفر يعني طريق للكفر، لكن يبي نفسه ما كفر، ما كفر، لأن الله تعالى ذكر في القرآن ذنوبا وذكر أن المؤمنين يقعون فيها، قد يقعون فيها، قد يقع فيها المؤمن ولا تخرجه من الإيمان، لكن هو على خطر. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين شنو؟ اقتتلوا. شوف، أثبت لنا الإيمان مع القتال، والقتال حرام ومن الكبائر، ولذلك انت ما بتخرج الانسان بمجرد الذنب. لو لقيته سكران تقول لي انت كافر، ولا لقيته بغني تقول لي انت كفرت بالله، ثاني ما وما باكل معك. في واحدين بينفضوا يدهم ما باكل معك، وشنو بلاوي، ما من الدين في شيء. صاحب الذنوب ده انت تتلطف فيه، الزول اللي عنده ذنوب يتلطف فيه، زي ما النبي عليه الصلاه والسلام كان يتلطف بالناس من أجل إسلامهم ومن أجل استقامتهم. رجل لما أتي به وأخذ الناس يعني يضربونه بسبب الخمر، قال رجل
لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فإنت تتلطفون تعدون الكلام الطيب وكذا وكذا وإلى آخره، وتحاول تأخذ بيده. يعني جاء قال لك: أنا والله موبايلي ده ملان أفلام وملان غنى. انت الزول معناه عنده مشكله حارقاو. الزول لو ما فيه خير وعنده مشكله حارقاو ما كان شنو؟ ما كان جاك. موبايل ده ما بيكفي معلش. فانت زي ده شنو؟ ما بتنفره من الدين. ولا يا زول بحاجاتك دي زح كذي بعيد. زح. كيف زح كذي بعيد؟ الله قال: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. انت قول لي يا زول الامر ده ان شاء الله الله بعينك، والزول بيبتلى، والليله مسحتين بكره تاني رجعت ونزلت تاني بكره امسحين، والشغله دي ما زي الكوره كرت اصفر واصفر احمر تمرق برا. لا لا، شغله دي انت وقعت في ذنب تاني بتتوب، وقعت ولو الف مره، لكن انت ما تستهين بالذنوب، الذنوب خطره وكذا. وتوعظه توعظه لانه داير الخير. زي ده مش بتبعد منه وتقول لا مش هزول. زي واحد اسمه وسيم يوسف، ان كان ده في ده اتصل به واحد قال له: يا شيخ انا بقع في العاده السريه وبتوب تاني برجع. مش هزول ده داير حل؟ داير له حل؟ مش مفروض يوجهه وليت أول تعمل حاجات معينة، تدعو الله سبحانه وتعالى زي ما يوسف عليه السلام دعا الله، مع أنه يوسف ما وقع في الذنب، لكن دعا الله، الله صرف عنه شنو؟ السوء والفحش وإلى آخره. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه السميع العليم، صرف عنه إلى آخره. تقول: لا أسأل الله وأمشي أتزوج، ما قدرت تتزوج صوم وقوي إيمانك عشان تراقب الله وتعظم الله، والموضوع ده ان شاء الله الله بوفقك ومهما وتاني وصاحب لك اصحاب فيهم خير يعينوك، تمشي الدروس، الدروس بتقوي الايمان وبتقوي الكذا كذا. مش تدي كلام طيب ويقوي؟ قال له: اصلك ابشر. قال له مش قال له ابشرك باللفظ، لكن قال له ما بتخليها. انا قال له اسم العاده السريه، يعني عاده يعني بتتعود عليها، ما بتخليها. قال ما بتخليها، هسه خش اليوتيوب شوف الكلام. انت تخليه. وقال له ذاته بعض العلماء جوزها ذاته، والله قال له بعض العلماء جوزها. والله سبحانه وتعالى في القرآن قال: والذين هم لفروجهم حافظون، ذكر اثنين بس، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. أزواج زوجة معروفة، ملكت الأيمان الإماء زمان بيشترون. فمن ابتغى وراء ذلك عادة سرية غير أي شيء فأولئك هم شنو؟ العادون. قال البغوي: المتجاوزون للحلال إلى الحرام. بخطر. وبعدين ابن عثيمين قال: الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الإثم ما حاك في نفسك وخشيت شنو؟ أي اطلع عليه الناس. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا ضرر ولا ضرر فيه ضرر. وأدلة كثير. فإنت صاحب الذنوب ده، ابن باز رحمه الله في الفتاوى في الجزء الرابع، في الجزء الرابع بالتحديد، قال: الذي يقع في المعاصي يهجر، لكن إن كان في عدم هجره الخير فإنه لا يهجر. يعني أنت تبلغ وكذا وهو مصر ومعاند ده تهجر، لكن انت ابتداء هو جاك قال لك: انا عندي مشكله انت ساعدني انا امرك منها. انت تنفره وتحرجه وتزهجه من الدين، ولا انت تقيف معه وتعاونه لحد ما هو يخرج شنو من الشر، وبعدين ما تعيره. يعني بعد سنه سنتين تقول له: هو انت خليت ده شنو؟ يا اخي انا لقيت واحد بدق في ودخته، ودخته صغير عمره 10 سنه، والله جاي يدقه، والدخت مشى قال للناس، قال لهم: هو ده خلى البلاوي 200 لو 4 سنة يا دوب.
والدكت عمره 10 سنة. قال له هو دخل للشغلة دي 200 وله 4 سنة يا دوب يا غدار يعمل له كلام زي ده. فإنت ما تعير الزول. الزول التاب ده يا جماعة بإجماع العقلاء والمسلمين والناس لا يلام. لا يلام. هاي وادعينه. طيب قال وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. دي الآية اللي أورد المصنف رحمه الله تعالى. شرحنا التبويب. الآية هناك آيات بعدها ولها علاقة بها. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. دي يا جماعة فيها أربعة أمور. من قام بها حقق التوحيد، عشان كذا أورد الآية دي. فيها أربعة أمور من قام بها حقق التوحيد. إن إبراهيم أي الخليل عليه السلام كان أمة. قال عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى كان أمة أي إماما في الخير. كان إماما في الخير جامعا للخير. الأمة مش مجموعة من الناس، من معانيها يعني عندها معاني كثيرة، لكن من معانيها مجموعة من الناس. ابن القيم رحمه الله قال فرق بين الإمام والأمة. عشان كده عبد الرحمن بن حسن ما قال إمام ساي جامع للخير. الإمام هو الذي يسلك خلفه، وأحيانا يسمى في اللغة الطريق إماما لأنه يسلك، هكذا قال ابن القيم رحمه الله. والأمة في قول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة لأن إبراهيم عليه السلام اجتمعت فيه صفات تجتمع في أهل الخير إذا جمعوا ولا تجتمع في الواحد منهم. عرفت المزالة؟ يعني فيه صفات، صفات الخير مثلا بتلقى فلان من صفاته الشجاعة والمروءة والكرم إلى آخره، وذاك من صفاته الرحمة بالمؤمنين وإلى آخره. إبراهيم عليه السلام جمعت له هذه الصفات كلها، كان أمة، هو رجل جامع للخير. ولذلك قال بعض أهل العلم كمجاهد رحمه الله ابن جبر قال كان إبراهيم أمة لأنه كان وحده في زمن من الأزمنة مسلما ولم يكن غيره من الناس إلا مشركا، عشان كذا براه أمة، وده معنى من المعاني. قانتا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى القنوت دوام الطاعة، دوام الطاعة. وقال عبد الرحمن بن حسن القنوت دوام الطاعة كما قال شيخ الإسلام، وأحيانا يطلق القنوت على من أطال الركوع والقيام في الصلاة. وقوموا لله قانتين، إذا أطلت القيام والركوع فأنت قانت. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، من المطيعين ومن أهل الخير. وكذلك من معاني القنوت كما ذكرنا إطالة القيام والركوع. قانتا لله حنيفا، الحنيف المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. عشان كده يقول لك الحنيفية الإعراض عن الشرك والإقبال على الله تعالى بالتوحيد. ولم يكن من المشركين، لا بد من مجانبة المشركين، ولا يكتفي العبد بمجانبة الشرك وحده. في ناس يقول لك أنا ما بدعو غير الله، غير الله أصله ما بدعوه، لكن ترى أول بدعو غير الله ذل ما عندي معهم مشكلة وبرضه أخواننا وكذا وكذا. قال لك ولم يكن من المشركين، تتبرأ من الشرك ومن أهل الشرك.
عشان كذا رب العزة والجلال قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون. الاثنين مش تتبرأ من الشرك بس، من أهلي برضو، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا، يعني ظهر، يعني ماذا السين بدا ظهر، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الموحد ده أخوك، الموحد أخوك ولو عنده ذنوب. لقيته فنان عديل بيغني، لقيته سكران ولا شايل كيسه معه بدردم غالي دردم ويسجر، موحد ده أخوك، ده أخوك. إنما المؤمنون شنو؟ إخوة، لا يخرج عن الإيمان بمجرد الذنب، وإن كان الذنب خطر، لكن وإن كان الذنب خطرا لكن هو مؤمن. أما المشرك فهو عدو لك لأنه عدو لله، وإن أحسن إليك حتى لو أحسن لك هو عدو لك، لأنه يا جماعة لو أسي زول بيحسن لك إنت وبسيء لوالدك بتقبل منه؟ هو بيحسن لك إنت، والدك وناس البيت بيسيء لهم وينبذهم ويشتمهم، تجي الوالدة بالشارع يشاكله ويجي الوالد يشاكله، وانت بجنبه بيحسن لك، انت بتقبل منه؟ ما بتقبل. فانت هو لو احسن لك وعاد الله سبحانه وتعالى، هو عاد الله بشركه، ما فائده احسانه لك؟ ولذلك قال ولم يكن من المشركين. المساله الرابعه او الصفه الرابعه او الوصف الرابع، شاكرا لأنعمه. إبراهيم عليه السلام كان شاكرا، والشكر لا يتم إلا بثلاثة أمور كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: بالاعتراف بالنعمة ونسبتها إلى الله واستعمالها في طاعة الله سبحانه وتعالى. تعترف بالنعمة دي وتنسب إلى الله، وأما بنعمة ربك فحدث وتعمل بها في الخير. الله اداك سمع تشغله في الخير، جيب المحاضرات تسمعها، الدروس تحضرها، كذا كذا، اداك صحة استخدمها في الخير، تقوم تصلي بالليل. ولذلك رب العزة والجلال قال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر. يبقى يا جماعة دي أربعة أوصاف أو أربع صفات، من اتصف بها حقق التوحيد، كما أن إبراهيم عليه السلام كان محققا للتوحيد. أن تكون أمة داعية إلى الخير، أنت تكون داعي للخير، كن إمام في الخير، واجعلني للمتقين، واجعلنا للمتقين شنو؟ إماما، واجعلنا للمتقين والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. تكون إمام في الخير، علم الناس الخير. فينا بس أئمة في الشر، والله يعلمك الشر، ولا قدر تبقى فنان تصاحب فلان، تمشي حفلة فلان، وست شهور عشان تبقى كذا، أمس أحمد ده جاب لي حاجات، وست شهور عشان تبقى كذا تعمل كذا، معقولة يا أخي؟ وما جاب يعني هو بيعمل وراه واحد، قال واحد دار يشتهر مجا لفلان، قال لي يا أخي جيبونا معاكم في برنامجكم ده، قال لي ست شهور تقعد في الكنب تصفق للفنانين، ست شهور عشان يجيبوك في الكاميرا أنت بتصفق وتتم معاون الغني، التم بعد ست شهور تاني يدوك شويه شويه، وصلوا انت ده، وده ذنوب ومعاصي، دي سيئات، تغني ده. كلام فارغ زي كلام فارغ وسيئات ذاته. موضوع الفنانين ديل كله
ساعتين بالليل يسهروا بينا، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، وهيجة وساونات وكهرباء وصلوها إلا من العمود من البيت زي بتطفي، وشنو وبلاوي كثيرة واستديوهات وقومة وقعدة، موضوع كله بزمرة، ده موضوع كله. يعني انت بدل الهيجة دي كلها بس مش دق الباب قول يا جماعة أنا دار بيتكم دي وكذا وإلى آخره، زوجوها لي وزوجها بس، هم شنو بتبكي ولهيب الشوق ورحل الغمام، غمام بتاع شنو رحل ما في رحل، وأنا وإلى آخره. طيب قانتا تداوم على الطاعة وتكون حنيفا مجتنبا الشرك معرضا عنه مقبلا على الله تعالى، ولا تخالط المشركين ولا تصاحبهم وإنما تعرض عنهم ولا تحبهم وإنما تبغضهم في الله سبحانه وتعالى وتشكر نعم الله عليك. وقال والذين هم بربهم لا يشركون، دي الآية الثانية التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى. الآية دي يا جماعة معاه ثلاثة آيات من أربع آيات في سورة المؤمنون، وهذه الآيات ذكرها الشوكاني رحمه الله في فتح القدير في التفسير، قال هي هذه صفات المسابقين بالخيرات بحق، هي صفات المسابقين بالخيرات بحق. قال الله فيها إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، مشفقون أي خائفون، زول بخاف الله سبحانه وتعالى، يخاف مكر الله ويخاف عذاب الله ويخاف أن يجازيه الله بذنوبه بعدله سبحانه وتعالى. لو عاملك بالعدل هلكت، ولو عاملك بالفضل والرحمة نجوت. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، تؤمن بالآيات سواء كانت الآيات الكونية الليل والنهار والشمس والقمر والسماوات السبع والنجوم والكواكب والأرض والبحار والأودية والشعاب إلى آخره، تؤمن بآيات الله الكونية أنها علامة ودليل على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى وحدانيته، وتؤمن بالآيات الشرعية، القرآن ده تؤمن بالآيات الشرعية أنها من عند الله وأن كلام الله، أن القرآن كلام الله، وتصدق أخباره وتتبع أحكامه، كذلك مؤمن. ثلاثة قالوا والذين هم بربهم لا يشركون، ما تشرك به الله سبحانه وتعالى، لا الشرك الأكبر ولا الأصغر. الأصغر بيجينا إن شاء الله الأسبوع المقبل أو الدرس المقبل إن شاء الله تعالى. لا تؤمن لا تقع في الشرك، لا تقع في الشرك الأكبر ولا الأصغر. الأكبر زي ذكرنا قبل شوية، تدعو غير الله، وغير الله بيعلم الغيب، وغير الله بيدي الجنة، وغير الله كذا وإلى آخره، ونادي في الشدائد نحلف به ونعتقد ونعظم الحلف به كتعظيمنا للحلف بالله أو أشد، الشرك أكبر. الشرك الأصغر مثل الرياء، يسير الرياء، تقوم تصلي والناس بعينوا لك ورا، تقوم تزين شنو صوتك وتبكي بالقضب زاي، واحد هناك والله الذي لا إله غيره في التامنة في أم درمان قال لي ده بيقبل عليك ببكيك انت وبعين لصاحبه بيغادي بضحكه، قال لي بيجاي بيبكي وبيجاي بيقبل ليه ده بضحكه وده بيقوم بيضحك وده بيبكي، في ناس بجو يعني التمثيل ده بجودوا تجويد، ما شفت بعض النسوان ما جاد البكاء تونسن وكوركن، لما يقول لك ده الزقاق هو قرب وقرب الزقاق قرب يسكت الناس، بعد شوية الدموع تظهر ور يا حليل وشنو وشنو. فهذان النصان من كتاب الله تعالى أوردهما المصنف رحمه الله تعالى.
يبقى يا جماعة نحن نستفيد من الآيات الأوردة دي. الزول يكون داعي للخير، يكون مداوم على الطاعة، قانط، ويكون حنيف حنيفا، يبتعد عن الشرك ويقبل على الله بالتوحيد، ده بالنسبة، ويكون شاكر لله تعالى ويجانب المشركين بالنسبة للنص الأول. بالنسبة للنص الثاني، الإنسان يبتعد عن الشرك بالله تعالى، ويكون خائفا من الله سبحانه وتعالى، ويكون مؤمنا بآياته. الآية الرابعة اللي هي بعد دي، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يعني بيصدق وخايف إنه الله ما يقبل منه، دي علامة خير، ودي صدقة يتقبلها الله سبحانه وتعالى، لأنه أخلص فيها لله وخاف أن لا يتقبل الله منه. بعد ذاك أورد المصنف رحمه الله حديث حسين ابن عبد الرحمن رحمه الله تعالى، قال، والحديث ذا يا جماعة مهم جدا. بعد ذاك ذكر المسائل والفوائد من الباب، قال: وعن حسين ابن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ عبد الرحمن ده حسين ابن عبد الرحمن، حسين ابن عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى، ده من أتباع التابعين، ما من التابعين، من أتباع التابعين. الصحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإيمان، ده صحابي ولو شافه مرة واحد. التابعي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رأى الصحابي ومات على الإيمان، ولو كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما شافه، ما شافه ولا تكلم معه، زي ما في صفة الصفوة أويس القرني رحمه الله، ده قالوا في زمن الرسول كان حي، كان موجود، كان موجودا رحمه الله تعالى. قال ابن الجوزي: ومنعه من الإتيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانت له أم كبيرة وكان يرعاها حتى ماتت، فلما ماتت وأتى المدينة وجد النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. فده تابعي ويس القرن، ها؟ منو؟ لا تابعي، تابعي تابعي برضه. وذيل بيقولوا عنهم مخضرمين، ذيل بيقولوا عنهم مخضرمين. التابع التابعين هو الذي رأى التابعي أو التابعين ولم يرى الصحابة. فالرجل ده حسين ابن عبد الرحمن كان من تابعي التابعين، توفي سنة 136 هجرية، 136 هجرية. قال: كنت عند سعيد بن جبير، سعيد بن جبير من التابعين، وتتلمذ على يد ابن عباس رضي الله عنهما، فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ سعيد بن جبير قال له: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ الكوكب الذي سقط وذهب البارحة. فقلت، اللي هو حسين بن عبد الرحمن، فقلت: أنا، يعني أنا شفته، لأنه في وقت متأخر من الليل قام قال: أنا شفته، أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. شوف ذات السلف ذيل، انظر إلى حرصهم أن لا يمدحوا بما لم يفعلوا. يعني قال له الكوكب ده صاح جاء في وقت متأخر وأنا شفته، وأنا ما كنت في صلاة، ما كنت قاعد أقوم الليل، لكني لدغت. شوف ذاته دليل على شنو، وعلامة على الإخلاص نحسبه والله حسب. دي كان لقى واحد تاني بيجيها، ولا زول شفت والله ده ذاته شغلنا من الصلاة ذاته، والله بس الحمد لله كنت قاعد ساي بسبح في ترتة ساي، لكن ده شنو
من حرصه على أن لا يمدح، لأنه يا جماعة رب العزة والجلال قال لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. فالزول ما يحرص إنه يمدحوه على شنو؟ شي ما عملوا ذاته، بل الشي اللي عملته حاول أخفيه، أعمل العمل لله سبحانه وتعالى أخفيه. أي زول تلقاه دائما بيذكر أحوال السلف في الغالب يعني، ويذكر حتى في الصلاح والخير بيذكر ديلك صحابة والتابعين إلى آخره، ويذكر قصص. ما بقول لك أنا كثير يعني، ما بقول لك أنا يقول لك فلان من العلماء يحفظ كذا وكذا، ما بقول لك أنا ما شاء الله والله، بس ده ما دار أوريك ونساه يعني. قالت في 5 كتب جاية هنا، وفي 10 كتب سوينا، وفي كذا وكذا. ما بيمنح نفسه كثير، ولا أنت المنبر تتخذه لتعظيم نفسك، وإنما أنت تخلص لله سبحانه وتعالى. قال ولكني لدغت في عقرب لدغته، قال فما صنعت؟ سعيد بن جبير قال لي تابع التابعين ده اللي هو حسين، قال له فما صنعت بعد لدغت، سويت شنو عشان تدعالج يعني؟ قلت ارتقيت في لفظ في صحيح مسلم استرقيت، في لفظ في صحيح مسلم استرقيت يعني طلبت الرقية، وهنا قال ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قال لي انت ليه مشيت للرقية؟ الدليل على الكلام ده شنو؟ الدليل شنو؟ طلب الدليل يعني. قال حديث حدثناه الشعبي. تفضل. الحديث ده يا جماعة مهم جدا، والتابعي ده قال لك هو رأى الكوكب الذي انقضى ولم يكن في صلاة، وإنما السبب أنه لدغ. ولما سأله سعيد بن جبير ماذا صنعت أو ما صنعت، قال ارتقيت، في هذه الرواية التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى. فلما سأله عن سبب أو عن الشيء الذي بسببه ارتقى يعني الدليل، قال حديث حدثناه الشعبي، يعني أن الشعبي حدثهم بهذا الحديث، الشعبي ابن شراحيل وهو من التابعين أيضا رحمه الله تعالى. قال وما حدثكم؟ سيد ابن جبير قال لحدثكم بشنو الشعبي؟ قال حسين قلت حدثنا عن بريدة ابن الحصيب، ده صحابي جليل معروف، توفي 63 هجرية، صحابي جليل. حدثنا عن بريدة ابن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. ما حمى؟ حمى بتخفيف الميم وبالتاء، أي سم العقرب، كما قال عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد. العين معروفة، العين معروفة التي تأتي من العائن إذا رأى شيئا يعجبه ولم يبرك، ما قال اللهم بارك إلى آخره، شاف له بتقع شنو؟ العين. فقال لا رقية إلا من عين أو حمى سم العقرب. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، وده من أدب سعيد بن جبير مع النصوص، ومن علمه أنها لا تتناقض، ومن تعليمه لهذا التابع ولغيره، لهذا الذي هو من أتباع التابعين عفوا ولغيره، أن الإنسان يمدح إذا عمل بالنصوص. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس،
ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس معروف، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. والحديث ده يا جماعة دي علاقته بشنو؟ بالباب، إنه في ناس إذا حققوا التوحيد، اللي هو الناس اللي بحققوا التوحيد يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عُرِضَت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط. يعني يوم القيامة الأمم دي بتجي، أي أمة بتجي ومعها شنو؟ رسولها. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شنو؟ شهيدا. طيب، أي أمة بتجي ومعها رسولها، رسولهم. قال: عُرِضَت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط. في لفظ الرهيط تصغير الرهط، الرهط دون العشرة. يعني يجي نبي وأمة كلهم، الناس كلهم ما أسلموا معه إلا كم؟ تزعى ولا أقل. شو الشر؟ طيب، والنبي ومعه الرجل والرجلان. يجي نبي يوم القيامة، الناس كلهم ادعاهم، ما أسلم معه إلا رجل أو أسلم رجلان. قال: والنبي وليس معه أحد. بيجي واحد وما بزول شنو؟ أسلم معه. عشان كذي في فتح المجيد بتعليقات محمد حامد الفقي قال: وهذا فيه أنه لا يلتفت إلى الكثرة. أنت داعي إلى الله تعالى، ما تقول أنا مشيت جامع تاني ما بجي كل الدرس، تذاتوا كلكم ثلاثة أنفار ولا نفرين. أنت ما داعي إلا الكثرة، أنت خاش انتخابات، أنت بلغ الدين، أنت بلغ ولو نفر واحد. بل مرات الزول يا جماعة يتكلم في مسجد، الناس برا مرات يستفيدوا أكثر من شنو؟ من جوا. يعني مرات جوا بيستفيدوا أكثر من برا. مرات تلقى ناس، أنا كنت في مسجد من المساجد، المسجد ده في واحد كان قبليني، يعني مش أنا فيني هنا خير وكذا، في واحد قبليني يعني، وأنا حكيت القصة دي قبل كده. واحد نصراني بيجي بيسمع للزول، لا مش أنا، بيسمع للزول، لا في النهاية أسلم والله قبل ما يموت، وتشهد في آخر عمره ومات على ذلك. ولذلك إنت في ناس بيسمعوا برا مرات بيستفيدوا. وأي مكان تمشي ما تقول إلا الناس يجتمعوا ويعظموك وكذا، وجينا المحاضرة ما لقينا عندكم الناس تاني ما نجيكم، لا لا، تجي تخلص لله سبحانه وتعالى. طيب، قال لك بيجي نبي يوم القيامة، نبي مش عالم سايب، ما معه ولا نفر. قال: إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. وهذا فيه فضل موسى عليه السلام، وأن أمته أو الذين اتبعوه كانوا يعني على عدد كثير، أو كان عددهم كثيرا. قال: فنظرت فإذا سواد عظيم، أي سواد عظيم غير السواد الأول، في سواد ثاني بيجاي في الأفق عظيم جدا. فقيل لي: هذه أمتك. البيجاي برضو ذي الكتار شديد، دي أمتك، هذه أمتك. ومعهم، وده الشاهد من الحديث، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. أسأل الله يجعلنا جميعا من هؤلاء. في حديث يا جماعة في مسند الإمام أحمد وفي البيهقي، في رواية عن جابر رضي الله عنه، في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفي رواية عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. والشيخ الألباني صححه وقواه بمجموع شواهده. في رواية أورد صاحب فتح المجيد ونسبها إلى أبي هريرة رضي الله عنه، قال: مع كل 70,000. قال: فازتزدت ربي فزادني مع كل 1,000
70 ألفا. وفي رواية الأخرى التي قواها الألباني رحمه الله قال مع كل واحد 70 ألفا، فاستزدت ربي فزادني مع كل واحد 70 ألفا. أسأل الله يدخلنا جميعا من هؤلاء مع هؤلاء وفي زمرة هؤلاء. ديل قال لك ادخلوا الجنة من غير حساب ولا عذاب، ولا عذاب ولا حساب، ده فضل عظيم. نزول في ناس بيدخل الجنة لكن بعد وقفة طويلة، عملت كذا وليه كذا وكذا وكذا وكذا، وبحق حساب بحق، لكن ديل من غير حساب ولا عذاب. طيب قال فخاض ثم نهض فدخل منزله، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فخاض الناس في أولئك أي تحدثوا. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن وهذا فيه جواز أو بيان المناظرة في العلم، تحدثوا خاضوا، فخاض الناس في أولئك يعني بيقوا يتكلموا ديل منه اللي بيدخل الجنة من غير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعظم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، مما قاموا شنو مع المسلم من المسلمين، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، قالوا لنا احنا تكلمنا في 70 ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. دي أربع صفات الزول يتصف فيها، والكان جاهل بالحديث وما عارفه وقع فيها الآن يتوب ويتصف فيها يدخل في هذا الفضل، سهل جدا. لا يسترقون، السين والتاء للطلب، لا يطلبون الرقية. لو قلت لزول ارقي لي بالقرآن والسنة، ما بمحايات ولا بخرات ولا ببدع ولا بعروق ولا بتراب ولا غيره، بالقرآن اقرأ لي الوردة الآيات والأحاديث إلى آخره، جائز ما حرام، لكن بتمرق من شنو؟ من 70 ألف. لكن لو هو براو جلقاك عيان راقد، براو جلقاك راقد وقال لك أنا دار أرقي لك، ما تمنعه، خليه يرقي لك، وإنما أنت ترقي، ترقي لنفسك، براك ترقي، وده الأنفع يا جماعة، ده في الغالب هو الأنفع. فإنت ما تطلب الرقية من غيرك حلال، لكن بتمرق من الفضل ده. إلا الزول اللي ما كان شنو، ما كان عارف بالحكم أو كذا وكذا، حداك لعل الله يدخله في الفضل. ولا يكتوون، لا يطلبون الكي، جاءوا يا رغان وعيونه بقى الصفر وانا يمشي طوالي يقول لهم شنو اكو لي، ما تطلب كي. لكن لو براه جاء كواك انت مركت، يعني ما بتدخل في الفضل، مركت من النقص يعني. ولا يتطيرون يعني لا يتشاءمون، تطير التشاؤم، أقول الشارع دانا قدر ما جيبيه العربية دي بتخسر، بس مما أصل الدكان ده بتخسر طوال، ده تشاؤم. ولا تقول يوم السبت ده كل سبت أنا بخسر فيه، ما بينفع معي. ولا ناس فلان، ولا فلان ده لو لاقاني الصباح معناه الليلة اليوم ده ما كويس، ده كله ما بجوز في الشريعة، ده تطير تشاؤم. وعلى ربهم يتوكلون. قال عبد الرحمن بن حسن هذه الجامعة لما قبلها، التوكل اعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الأخذ بالأسباب، تعمل السبب وتتوكل على الله، تمشي السوق وتتوكل على الله يرزقك، اعتمد على الله ما تعتمد على السبب. والآن في خطأ بسيط أو خطأ مش بسيط دقيق الناس بتقع فيه، في زول بيقول لك أنا ما داير أسباب بس الله بيرزقني كذي بس، ده صنف من الناس. وصنف ثاني بيقول لك انت لو ما عملت السبب ما بيرزقك، وذيل الاثنين عليه باطل. يقول لك انت لو ما عملت السبب، لو ما مشيت السوق الله ما بيرزقك، وده باطل.
الله يا جماعه بيرزق الزول بسبب ومن غير شنو؟ على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. لكن انت لا تهمل الاسباب. انت ما تقول انا الله بيرزقني وتقعد في البيت. صح بيقدر يرزقك، ولو قعدت بيرزقك، لكن تعمل السبب. لانه لما تعمل السبب يقينك في الله بيقوى وظنك بأحسن. لو انت عملت السبب بعد بترجو يعني من الله سبحانه وتعالى. وبرضه لو عملت السبب بتأمن من بعض المثام، يعني ممكن انت تقعد في بيتك والله يرزقك، لكن يرزقك يجي زول يديك قروش يقول لك انت تعبان هاك وما عندك قروش وكذا، جاك الرزق لكن انت شنو؟ في النهايه لما تعمل السبب افضل واولى. طيب يا شعبان، نعم تقرأ، نعم يوم مشهور بالسحر مثلا، نعم ولا لا؟ ده من الدين. الزول المشهور بالسحر وانت بتبغضه ده من الدين. ولو هددك قال لك انا بعمل لك سحر وانت جاك نوع خوف منه لكن ما التفت للخوف ده، وانما ذهبت وفعلت الاذكار واستعنت بالله، بعد ذاك اطمأنيت، انت في خير. لكن انت تبغضه ده من الدين. الساحر يبغض، الساحر يبغض. قال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. طيب ده ما من التطير، بل ده ضد التطير، لأن الإنسان إذا أبغض أهل الباطل هذا دليل على إيمانه وهو من الإيمان أيضا. فقام عكاش بن محصن فقال ادعوا الله ان يجعلني منهم. عكاشة رضي الله عنه صحابي معروف، فقال ادعوا الله ان يجعلني منهم، اي قال للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال انت منهم، اي من السبعين الفا الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب. ثم قام رجل اخر فقال ادعوا الله ان يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. انتهى الحديث. المصنف ما أورد التخريج، لكن هو في البخاري وفي مسلم وفي سنن الترمذي وفي سنن النسائي وفي الأربعة. طيب سبقك بها عكاشة، هذه الكلمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم فيها حسن أدبه صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته. لم يقل له لن أدعو الله لك، وإنما قال سبقك بها عكاشة. وبغض النظر عن هذا الرجل عن اسمه، كما قال عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، يعني ما بيهمنا كثير اسمه منه، وإنما قام فقال ادعو الله يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. الحديث ذا جماعة فيه فوائد كثيرة جدا، وبتلاقينا في المسائل لأنه الزمن الصلاة. قال فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد. المسألة دي معرفة مراتب الناس في التوحيد تؤخذ من البداية، من التصنيف أو من التبويب، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. لأن بعض الناس يوحد لكن توحيده يكون ناقصا، فبعضهم يعذب وبعضهم يحاسب ثم يدخل الجنة بعد ذلك ما دام أنه من المؤمنين. ولكن في هذا الذي بوب لأجله المصنف أن هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فهذا دليل على أن الناس مراتب في أمر التوحيد. الثانية ما معنى تحقيقه؟ تحقيق التوحيد كما ذكرنا تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، هذا تعريف شيخ عبد الرحمن بن حسن وذكرناه. تخلص التوحيد وصفيه من الشرك والبدع والمعاصي، تكون نظيف وتائب ومقبل على الله سبحانه وتعالى، فتدخل في هذا الفضل أن تدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، إبراهيم عليه السلام.
إبراهيم عليه السلام هذا الرجل العظيم الإمام، سيرته فيها من الفوائد ما لا يكاد يوجد في سيرة غيره إلا النبي صلى الله عليه وسلم. إبراهيم عليه السلام من صغري إلى أو أن ولد له ولد وهو إسماعيل عليه السلام، وابتلاءه في هذا الولد والذبح وقصة الذبح وتكسير الأصنام قبل ذلك وإلقاؤه في النار ورفعه لقواعد البيت العظيم، وهكذا قصة إبراهيم عليه السلام، وفيها أنه تعلم التوحيد وعمل به ودعا الناس إليه وحققه وجاهد في الله حق جهاده عليه السلام، وقدم كل شيء في سبيل رضا الله سبحانه وتعالى، حتى الولد أراد أن يذبحه طلبا لرضا ربه سبحانه وتعالى وفرارا من غضبه وعقابه. الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك، ودي في قوله تعالى من سورة المؤمنون والآية الثانية التي أوردها المصنف: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون الآية والذين هم بربهم لا يشركون. دي سادات الأولياء لا يشركون بالله تعالى. يبقى الزول الولي من علامته أنه لا يشرك بالله. إما يقول لك أمسك في شيخنا فلان وشيخنا فلان كذا وبيديك كذا ونحن ماسكين الشغل من شيخ، ده ما ولي، هذا ليس وليا لله تعالى. لو كان وليا لله لتعلق بالله ولعلق الناس بالله. موسى عليه السلام البحر قدامه والعدو وراه، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي شنو؟ ما قال العصاية قاعدة، عصاية تراه قاعدة، إن معي ربي سيهدين. والنبي عليه الصلاة والسلام في الغار: لا تحزن إن الله معنا. ما قال لي أنا الرسول وإنت أبو بكر ولي كبير وهذه كرعين ننفخ، ما قال لي كذا، وإنما قال لا تحزن إن الله معنا. ده الزول يا جماعة الولي، عقيدته في الله، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والصالح محتاج من يتولاه. أهلا تما تما، بس الناس تتحمل. ها هاي دقيقتين يا جماعة تحملوا معانا، بس نختصر إن شاء الله. الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، دي واضحة، ما تطلب رقية وما تطلب كي، ده من تحقيق التوحيد، لأنه لمن تطلب كأنك يعني تنكسر لهذا الذي طلبت منه. السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل، دي ذكرها في الحديث: وعلى ربهم يتوكلون. السابعة عمق علم الصحابة بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. الرسول لما ذكر لهم السبعين ألفا صلى الله عليه وسلم الذي يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ما مشوا ناموا ساي، خاض الناس في أولئك، واحدين قالوا ذيل الصحابة واحدين قالوا ذيل ولدوا على الإسلام، فعلموا أن هذا بالعمل، هذا الفضل ينال بالعمل وبرحمة الله. الثامنة حرصهم على الخير لأنهم قاموا وخاضوا تلك الليلة وما ناموا. التاسعة إلا قليلاً، التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. بالكمية لأنهم كانوا سواداً عظيماً كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبالكيفية لأنهم حققوا هذه الأمور الأربعة: لا يسترقون، لا يكتوون، لا يتطيرون، على ربهم يتوكلون. العاشرة فضيلة أصحاب موسى لأنهم كانوا كالسواد العظيم لما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم. الحادية عشرة عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام، وهذه واضحة، عرضت الأمم عليه فرآها صلى الله عليه وسلم. الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، دي واضحة. الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء، يأتي النبي ومعه الرهط، تزعل واحد ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، معناه اللي بيستجيب قلة. الرابع عشرة 22
الرابع عشر أن من لم يجبه أحد يأتي وحده، يعني بيجي نبي وما استجاب له واحد بيجي وحده. الخامس عشر ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة، ما تزهد في الناس إذا بقوا بساط وما تطلب الكثرة طلبا يتركك تترك التعليم إذا لم تجدها. السادس عشر الرخصة في الرقية من العين والحمى، الحمى سم العقرب كما قلنا كما ذكرنا. السابع عشر عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الحديث الثاني، ده كلام سعيد بن جبير، ما في تعارض بين الحديثين، لأن الحديث الأول الخطابي نقل عنه عبد الرحمن بن حسن أن المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية أشفى وأولى، مش معناه باقي الرقية من السحر والعين ومن السحر والمس والأشياء دي إنها حرام، لا ما حرام ولا بتتعارض مع الحديث الآخر، وإنما الأول أولى. يعني الثانية الثامن عشر بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه، ودي في كلام حسين رحمه الله لما قال ولكني لم أكن في صلاة غيراني لم أكن في صلاة. التاسع عشر قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة، دليل على نبوته صلى الله عليه وسلم لما قال لعكاشة. العشرون فضيلة عكاشة لأنه من السبعين ألفا. الحادية والعشرون استعمال المعاريض لأنه قال سبقك بها عكاشة ولا يريد أن يرده إلى آخر ما ذكر أهل العلم في ذلك. الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم لأنه لم يرده مباشرة وإنما قال سبقك بها عكاشة. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى ويأخذ بنواصينا جميعا إلى البر والتقوى.